الموضوع أخطر مما قالوه، ومخاطره كلش عميقة وتدمر البلد وليست تسوي صعوبات إلى البلد. أنا أجيب لك أختصر بالبداية، كريستين لوغارد دايركتور جنرال أوف انترناشنال مونيتري فاند، سكرتيرة صندوق النقد الدولي اللي هو يعتبر مثل وزارة النفط العالمية أو وزارة المالية العالمية، قالتها قبل 5 سنين وإحنا دا نوصل إلى هاللي قالته، ماني هم قايلها قبل أكثر قبلها قايل نحن متجهين إلى أن أسعار النفط أخي بسبب استخدام الكهرباء في السيارات والطاقة الشمسية راح يقل استهلاك النفط بمقدار 14 مليون برميل باليوم. شوف هاي الإحصائية الأخوة دي يحشون بعدهم بداية الأزمة، وقسم بارك الله بهم أشر عندنا أزمة خطيرة، والقسم قال لا أزمة بسيطة ونعبرها. كريستين لوغارد قالت ستؤدي هذه الأزمة، انتبهوا أخوان، ستؤدي إلى أن تلجأ الحكومة إلى تبطيل الجيش وتبطيل الشرطة وتبطيل الموظفين وإيقاف رواتب التقاعد وإيقاف الرعاية الاجتماعية، يعني تنزل زيد توفر النفط بمقدار 14 مليون برميل باليوم راح يؤدي إلى سعر ينزل بسعر الكلفة. هسه احنا الآن ذاك اليوم النفط زاد عن الحاجة بمقدار مليون برميل واحد باليوم، استهلاك العالم هو 91 مليون برميل باليوم، إذا زيد توفر النفط بمليون أو مليونين سينزل هذا السعر مال برنت. وأنا هذا يعني بالمناسبة هذا النفط مال برنت إذا حد ما شايفه نفط خفيف رائع جدا، هذا نموذج من عنده، سينزل سعره إلى سعر الكلفة